طيب امبارح كان في جلسه لعيبه نادي الزمالك كلها مع رئيس النادي سيادة المستشار مرتضى منصور، وقعدوا معاه وخلاص ابتدت المستحقات تطلع وابتدت الامور تتظبط. هل انت استعجلت؟ ما ايوه لا انا عارفه، ما خلي بالك زي ما قلت لك انا الحاجات دي ما بتدخلش فيها خالص. ما ادريش انا اتكلم، فاهم؟ انا كلاعب اتكلم في الكوره بس. لا انا سالتك سؤال، انت بتكلمني في حاجه تانية. بقول لك امبارح لعيبه نادي الزمالك كلهم قعدوا مع رئيس النادي وخلاص اتفقوا على ان في فلوس هتدفع والدنيا مشيت. هل لما عرفت الكلام دوت انت استعجلت؟ حسيت ان انت استعجلت؟ لا لا بالعكس انا ما استعجلتش، انا عملت حاجات لمصلحتي انا، فاهم؟ وبعد انا من الاخر لما هو اتكلم مع اللعيبه انا فري خلاص، بعد انا خرجت دلوقتي حر، انا لاعب حر، فاهم؟ طب انت تصنيفك ايه دلوقتي؟ هل انت متمرد؟ هل انت لاعب حر زي ما بتقول؟ ولا يعني جماهير الزمالك تصنفك ايه؟ هل هربت؟ هل تمردت؟ هل فسخت عقدك؟ انا لو هربت ما بكونش اول حاجه موجود في مصر. ايوه ودي انا عملت امور قانونيه، انا دلوقتي لاعب فري على نفسي. بالعكس زي ما قلت لك انا اهم حاجه عايز اوصلها لك اللي انا بحترم جمهور الزمالك وبحترم الناس اللي انا اشتغلت معاهم، بحترم الناس اللي احترمتني، فاهم؟ ما عملتش ولا مشكله في النادي. تمام. بس. ده الحاجه اللي عايز اوصلها لك، اما انا كلاعب دلوقتي لاعب فري بس. انت لاعب فري، يعني خلاص تم فسخ التعاقد. صح. تمام. الحاجه المهمه اللي عايز اقولها لك ان امبارح لعيبه الزمالك طلبوا برجوعك مره اخرى. ما هو دي الحمد لله دي محبة الناس زي ما يقولوا، ما بتشتريش بأي حاجة. بعدين الحمد لله زي ما قلت لك بقالي سنتين الناس بتحترمني، اللعيبة بالله خاصة اللعيبة، الناس كل بحترمها، اللعيبة دي بتاع الزمالك بأمانة الله اللعيبة كلها رجالة، مش عايز أنسى أي واحد فيهم، فاهم؟ الحمد لله ما دي حاجة كويسة ليا، حاجة بتشرفني إلا بشوف إن اللعيبة بتاع نادي الزمالك كلهم بيتكلموا علشان حمدي يرجع معاهم.